Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbihil kerîm innemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. وفي آية أخرى قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون وفي آية أخرى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال في حديثه الشريف إن العلماء ورثة الأنبياء والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين فخامة رئيس السابق لرئاسة الشؤون الدينية التركية أستاذ الدكتور محمد كورمس فضيلة العلامة الشيخ يوسف قرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سعادة رئيس بلدية مدينة إسطنبول مولود أويسال علماء العالم الإسلامي الأفاضل ضيوفنا الكرام ممثلي الإعلام المحترمين أود أن أستهل خطابي بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في أحد أهم مراكز الحضارة الإسلامية مدينة إسطنبول أيها الضيوف الكرام والعلماء الأفاضل إن العالم وخاصة الجغرافية الإسلامية تحت حصار من الحروب والفقر والإرهاب والبؤس وتعاني من مشاكل متفاقمة وتمر بظروف عصيبة وبسبب هذا الواقع المؤلم الذي يعيشه العالم الإسلامي فإنه يقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعليم وتفهيم وتقديم القيم والمبادئ الإسلامية للعالم جميعا وكما نعلم أن الإسلام مصدر السلام والاستقرار فمن أجل بناء مستقبل أفضل علينا أن نتناول المشاكل التي تعاني منها جغرافيتنا بكل شفافية وأن نعمل بكل جدية دون أي تأخير أو تعطيل ويجب أن نسعى إلى إيجاد حلول واقعية ممكنة ومقنعة ومصلحة
Ve min hilali ma zekertu min ettehaddiyat era enne hazel içtima'a fi kimmetil ehemmiyye min haythu ehdafuha essamiyye. السادة المشاركون إن من أهم ما يعانيه العالم الإسلامي اليوم هي التفرقة والتجزئة إذا كان الجزء الأكبر من أسباب هذا الواقع هو تطبيق سياسات العناصر الخارجية فإن الجزء الآخر يكمن في عدم فهمنا الصحيح وتحليلنا الجيد فيما يدور في العالم وخاصة خلال العصرين والثلاثة الماضية ولا يمكن أن نتجاهل الأخطاء الكبيرة المرتكبة وتأثير الضعف المتواجد وللأسف الشديد أن واقع التفرقة والتجزئة الجغرافية حملت معها تفرقة وتجزئة فكرية أيضا وبكل أسف فإن العالم الإسلامي بسبب عدم استخدام قوته وإمكانيته بما فيه الكفاية فإنه أصبح أرضة للتهديدات والمداخلات الاستعمارية ومن جانب آخر فإن السياسات الخارجية تسعى إلى دلع نار العنصرية والمذهبية والطائفية بين المسلمين وتجاه كل هذه التحديات الكبيرة فلا بد للعلماء أن يقودوا العالم الإسلامي إلى التضامن والوحدة ومن هذا المنطلق فإن اجتماع العلماء لها أهمية كبيرة جدا في إيجاد العقل الرائد المشترك وتوحيد الرأي وخاصة اتحاد الحركة الجماعية أمام المشاكل والمسائل الأساسية ومن جانب آخر وتحت تأثير العولمة يجب علينا أن نتعاون وأن نعمل سوياً في تطوير الخدمات الدينية في المؤسسات الدينية وتقديم الخدمات والمفاهيم الصحيحة للدين الحنيف وتصحيح المفاهيم الخاطئة ورد مستغل الدين وفي هذا الإطار ينبغي ألا نرى المؤسسات الدينية أو المجامع الفقهية أو المنظمات الاجتماعية على أن أحدهما بديلة عن الآخر بل يجب أن نراها كقوة متممة لبعضها البعض السادة الحضور إن من أهم يجب أن نقوم به اليوم هو تفهم وتحليل القرآن والسنة وتقديمهما بطريقة صحيحة واستخدام لغة حديثة وأدلة صريحة ومنهجية قوية وكل ذلك
yecibu en yekune bi firasetin beliga. لأن الفهم الخاطئ وعدم الشفافية والمعلومات الغامضة تسبب مشاكل فردية واجتماعية لا تحمد عقباها. فإن أكثر من يتأثر سلبيا عن المعلومات والسلوكيات الخاطئة هو الإسلام نفسه والمسلمون وخاصة الشباب. وهذا ما يجري في أرض الواقع، حيث إن المدعين بمرجعيتهم الدينية كأمثال فتو داعش وبوكو هرام والشباب والمؤسسين للأفكار الأنصرية والانقسامية كأمثال PKK كلها حركات إرهابية تهدف إلى تمزيق وحدة المسلمين وإلحاق الضرر بمستقبل المسلمين كما هو مشاهد الجميع. ولهذا فإنه علينا إعادة إنشاء المعلومات سويا في ضوء الحكمة والأخلاق والحقوق مرة أخرى. فكما أنه على عاتق المؤمن مسؤولية الإيمان والعبودية، فعلى عاتقهم أيضا مسؤولية إنشاء عالم يمكن العيش فيه بأمان. وفي الختام، فلا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العلامة الشيخ يوسف القرضاوي والأمانة العامة للاتحاد ولجميع أن أسهم في عقد هذا الاجتماع الكبير، وأشكرهم خاصة لاختيارهم مدينة الحضارات وعاصمة المسلمين القديمة إسطنبول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا نافعا للإسلام والمسلمين. وأحييكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.